كما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الصناديق التابعة للدولة بدعم صندوق ذوي الهمم بالمبالغ المالية التي المتاحة. قبل ما اسيبكم انا كنت بسأل وزير الشباب، بقول له اخبار الصندوق بتاع الرياضة ايه، او الصندوق بتاع ذوي الهمم يعني. وبعدين لقيت يعني معالي المستشار رئيس البرلمان قال لي احنا يا فندم نعمل يعني قانون ننظم بيه الموضوع اكتر، وننظم بيه يكون في مصادر للصندوق اكتر عشان تقدر تعمل خدمات اكتر لولادنا وبناتنا يعني. وانا كنا من كام يوم كده بنتكلم على الصناديق وكلام من هذا القبيل، واسمحوا لي ان انا بطلب من دعم الهيئات اللي انا هقول اسمائها دي، او الصناديق اللي انا بقول اسمائها دي. هيئه قناه السويس الصندوق بتاعها يطلع 100 مليون، صندوق الشهداء والمصابين يطلع 100 مليون، الصندوق بتاع الرعايه الصحيه او التامين الصحي يطلع 100 مليون، والصندوق بتاع في واحد لسه يبقى هي قناة السويس، وبعدين التأمين الصحي، وبعدين الشهداء المصابين، وصندوق الإسكان يا دكتور مصطفى يطلع 200 مليون يطلع 200 مليون والفريق محمد الصندوق بتاعكم يطلع 500 مليون.